مرحبا. بونجور حكيمه. ايه ستيفان، يا هلا، كيف صحتي؟ الحمد لله. انت كيف؟ انا مغترب جاي من برا. يا اهلا وسهلا، المغتربين كلهم. لبنانيه حضرتك؟ ها؟ ايه اكيد. شو بدي اكون عم بقول؟ ريحه لبنان فيك. ايه تسلم، الله يخليك. وحضرتك منين جايه؟ استراليا. اه يا هلا استراليا. ايه بس هيك صار صار معي بروبلم. ايه و عم اتعالج. سلامة قلبك. بتعرفي بتشبهي اختي عن جد؟ عن جد؟ مثل اختي انت. الله يخليك يا رب. حبيبة قلبي. حبيبة قلبي. بتشتغلي هون حضرتك ولا ما؟ لا والله جاي هيك كشفية مش اكثر. اه. اسمي أيه. كريم؟ نجوى. نجوى. وحضرتك قلت لي ستيفان. ستيفان؟ ايه. يا هلا تعيش الاسامي يا ستيفان. حبيبتي. هيدا البلد هون ما في احلى منه بس لو بيروق. ايه. بخبرك شغله. ايه. ما في الا ما كل سنه، صار لي 4 سنين ما جاي على هالبلد. ايه. بس اجي وشوف هالخضار، بشوف العالم، شوف قلبي بيفتح. يا عمي يا هلا. معلمة مثل اختي انت. ايه. حبيبة قلبي. حبيبة قلبي. يا هلا. صار معي البروبلم. شو قصتك انت وهالاح يا زلمه؟ صار معي البروبلم. مأخر الحكيم انت. يي شو؟ يي انت شو عم تعمل هون؟ شو؟ يا حبيبي كم مرة قلنا لك انت ما بيسوى تظهر بالنار؟ ليه؟ بدك تظهر بس باللي بعدك جاي بلك تميني. لك يا عمي ما انا قلت عمري. يا حبيبي كيف رايح تحدي المدام؟ لك انا قلت بمرو وبضل جاي. يا دورني مرتك بيعمل. وين الحكيم؟ يي لا ما بصدق. شو في هلا؟ انا مغترب جاي من برا. يا حبيبي انا مرقت يا خيي. انا قلت لك ما بتجي بلا كمامه. بالليل انا زوج. هم من حدا هم من حدا روح تعب الليل. خلص يا خي انا خلص. طب بيجي رح يوفقك. معك مرض وجاي لقبالي وقاعد تبوس بربي كل نهار. لك يا خي انا مغترب قلت بيجي. لك اي مغترب اي بلوطي على البلد اللي بعد جيت منها. لك يا عمي يا خي ما تمدي لك علي بروح منهم. لك يا خي انا مغترب وجاي عم بتعالج. مرحبا مغتربين مثل حكايتك بلاهم احسن. ما تواخذيني بعتذر مني. اوعى تقرب علي والله العظيم بقتلك. اوعى اقعد 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 شيل ايدك عني. اوعى جاي مغترب بعتتك واي مغتربين منهم هاي يا زلمه. بعد عني ما بعد تنفس بوجهي. ايه لا انا وين ايه ضرب السياره من برا. اه اهلين كيفك حبيبي؟ ايه طلب خبير. ايه طلب خبير. حق عليك. اهلا وسهلا. ايه ايه طيب طيب يلا يلا عندي شغل. اجى زبون. اهلا وسهلا حبيبي. شو اخبارك؟ مرني بس بدي انقي لي شي قميص لالي حلوه مرتبه. كله حلو كله هلا ايون اجوا جديد. هيدا كله سري جديد. هيدا سري جديد كله جديد. ايه كيف اسعارهم؟ ما راح نزعل انت نقي وما تعطي الهم. يلا وانا نكسبك زبون. واهلا وسهلا فيك حبيبي. حبيب قلبي شو بدك سبور ولا شيك ولا شو؟ لك اليوم يعني ولا عرس كذا شو؟ لا لا عادي عادي. ايه هدول على الجهد وعلى كل شيء هول هني ما بيغيرون. اوه عن جد مزري. عن جد مزري. عن جد مزري. انت كمان حبيب حبيب قلبي جيب اطلاب حلوه. عن جد مزري. في منها بقيته؟ ما له. هي قياسك بعطيك. هيدا قياسك؟ فرجيني شو؟ ايه ايه حلوة هيدي على جينز إيه. على كل شيء. وبعدين صيفية و فيك تعملها نص كم؟ بقدر تعملها نص كم؟ ايه معلوم يعني بقلبها؟ انا بقول لك كيف مثلا هيني ما بدها شيء يعني. وين هيدا حطيني؟ مثلا ايه هذا الكم؟ ايه ها شو عم تعمل؟ ما بدك اياها نص كم عم بتقول لي؟ طيب هيك؟ لا يا عمي ما بدي اياها. شو؟ كيف هالقصة هيك؟ ما قلت لي بدي اياها نص كم. شو طيب هيك بتسوى؟ ها هاي نص كم قلت لي بتقلب. لا ما بدي. لا يا زلمة لا ما بدي اياها. شو ما بدك اياها؟ ما بدفع حقها. العوذ بالله. لا لا جيه
يا اخي ما انا قلت له بدي اياها مسكن. لا يا عمي لا ما بدي هيك السيطة. لا 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 شو لا 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 استاذ قال لك تقبرني انا موظف هون بدي احسبوا علي الله يرضى عليك. استنى خيي طعمي جايتك. شو طعمي جاي؟ لا يا خيي لا لا ما بدي. خيي ما انت بدك اياها مسكن؟ مين غدا في مجنون انا؟ ما انت كلمة انت قلت لي نص كم؟ يا قلبي قلت لك تنقلب نص كم. ما قلت لك اياها. قلت لي نص كم الله يرضى عليك انا موظف هون. لا لا ما برضى. شو ما بترضى؟ طب ادفع حقها انت. لا ما بدفع حقها الله يرضى عليك. ادفع حقها انت. الله يرضى عليك ما بتعطيني غيرها ما بدي اياها. شو ما بدك اياها؟ ما بدي اياها. شو ما بدك اياها؟ خي ما انت قلت لي بدي اياها نص كم؟ شو؟ طيب هيك بتعطيني اياها ولا ما برضى؟ لا لا. لو خي لحظة صغيرة ما ممكن. شو؟ طبع منك ما خفتني. انا موظف هون طب. قول له موظف. خي شو قلت لي بدي اياها نص كم؟ اشطفل. انا ما باخذها هيك. ولو لو بدها تنزل الدنيا كلها ما باخذها خيي خذ يا عمي روح بتضحك علي لا ما بيبس قميص يا خيي بتبرمها هيك على راسي لا انت قلت لي نص كم لحظه صغيره طب ما في ما بدك اياها بتحسبوا تعال ما بدي اياها ما في ما بدك اياها تعطيني غيرها لا يا خيي ما بتعطيني غيرها ما بدي اياها شو بدك اياها انا مصر بيحسب علي ليك ما بحب الحركات الارض عليك بيحسب علي هذا وغير انا كل معاشي 600 دولار يا خيي انا كيف بدي اخذها انت قلت لي طيب انت قلت لي اعملها نص كيلو الله لا 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 ما في ما بدي ما بخذها بدك تاخذها ما في ما تعطيني غيرها مول معروف يعني لك الله يرضى عليك طيب ابدا الخينة ما عم مشان هيك انا خلقي ضيق وعصب انتبه ها طب والله اه. انت بترضى سؤال شو تبدا تبيعني قميص خيي قيصه لو شو بدي قيصه شو كيف بدي قيصه لا يا عمي لا انه شو خيي ما انت قلت لي نص كيلو الله خليك خيي مول هاي فوتت مطبخ لو خي اسمعني شوي خذ قصة كمام مجوز حطك شو؟ مجوز؟ ايه مجوز تعال هول اعملهم فوات مطبخ والله يا عين اسمعني شوي قميص خيي لشو تقول لي قصة؟ بدك تعطيني وحدة على راسي ما بتعطيني حبيبي ما بدي يا اخي ما بدي بقى لك شو مثل ما بدك يلك شو بدك تبيعني مش من هو انت بتعمل لي اياها الي خيي ما قلت لك انا قصة قلت لك بينقلب كمها قلت لك بدك اياها نص كم قلت لك تكرم عينك شوف الكلمة الثانية تاع لا طفل شو الصفر؟ لا انا ما بدفع انا ما بدفع ليرة خلي لك اياها اعطيني غيرها اذا بتعمل معروف يا حبيب قلبي هلا بيجي صاحب المحل وبصير في اشكال بيني وبينك انا مثل ما عم بقول لك ها لا عمول معروف عمول معروف اعطيني غيرها ما في غيرها بدك تدفع حقها هيدي انا بدفع حقها شو لكين انت قلت القصة لا من كيسك حبيبي ايه روح يا عمي روح شو شايفني هيك رودي ليك رودي تعال اقول لك حبيبي وخيي في في مرحبا في مرحبتين طيب هيدي القميص ما بدي اياها بتعطيني غيرها لا يا اخو لا شو بتعطيني ما بدي خيي لا شو تقول لي بدي نص كم طيب نص كم بتقصها بدك تسال العالم كله بيضحكوا علينا لا يا زلمه حملك نصها كم انت كم انا كيف كم الطويل لك كم القصير لي انا ليره ما بطلع بتعطيني وحده اوكي انا على تعال اقول لك انا خلق ايدي ايه وانا خلق ايدي معصب يعني واذا عصبت شو اذا عصبت تعال اقول لك شو اذا عصبت يعني شو يعني احترمني ما تفتكرني ادمي انا انت بتطلع قد ابني عمول معروف احترم على راسي احترم بس انا خلق ايدي كمان واذا خلقك ضيق تروح حقها انت خي كم انت كم انا كم انت وكم نص الكم انا بحمله يعني شغله ما بدي اياها بدفاني مصاري اعطيني وحده غيرها يا تقبرني يا قلبي عم بقول لك خلق ايدي تبي انا مثل ما عم بقول لك عم تسمع شو وطي ايدك احترم حالك وطي ايدك لو وطي ايدك مول معروف وطي ايدك عم بقول لك خلق ايدك وطي ايدك ما احكي مع مين عم تحكي وطي ايدك اوعى ترفعها ما بدي اياها لك شيء معي يا خيي ما طلع عني ما بدي اياها وطي وطي ايدك لا لا وطي ايدك مول معروف لنا اولاد صغار نحن بعرف هيدي ما بدي اياها بتعطيني غيرها لا ياخذ ما بدك كل المحل لك